الشبكة ده جه منين أصلا وجه إزاي؟ في مصر ايوه القديمة زمان كان الولد أو الشخص اللي عايز يتقدم لبنت بيقدم لها هدية، والهدية دي على حسب هو مستواه عامل إزاي أو هو إمكانياته عاملة إزاي، ممكن تبقى مجوهرات زي ما ممكن تبقى فاكهة. أنتم متخيلين يا جماعة لو هو مش في استطاعته إن هو يجيب شبكة كان يقدم لها فاكهة، والأهل بيبقوا راضيين قوي يا جماعة. يعني أنا يجيب لي كيلو موز دي شبكتي؟ إيه المشكلة؟ طبعا حاجه جميل جدا والله. الاناناس بكام النهارده؟ جزء غالي قوي، معدي قوي. تعالي فكري بقى، معدي قوي. انت قلت اناناس ليه؟ انا بقول برتقان، جوافه، مانجا، اي حاجه. خلي في الحاجات اللي مقدور عليها. بس هو الفكره انه مع تطور الزمن او مع تطور الوقت ما بقاش يا جماعه الموضوع هي هديه متروكه لامكانيات العريس او انت في مقدرتك تجيب ايه، بقى الموضوع لا حاجه الزاميه جدا، ولازم تكون عارف قيمتها، هتجيب لها فعلا بكام، وهتجيب لها قد ايه، ويا ترى الشبكه دلوقتي بقت ذهب ولا الماز ولا هتجيب ايه بالظبط. فبقى الموضوع اجبار فعلا، وممكن حاجات كتير تبوظ بسبب قصه الشبكه.